السلام عليكم ورحمة الله. منذ سبتمبر 2016 حتى اليوم تمتد معاناة أكثر من 1,200,000 موظف محرومين من رواتبهم. ظروفهم تزداد سوءا وتدهورا، ومعاناتهم تراوح بين إهمال الحكومة الشرعية وابتزاز الميليشيا التي تسيطر على أكثر المحافظات أو على أكثر المحافظات سكانا. حلقة اليوم تسلط الضوء على معاناة هذه الشريحة الواسعة، خصوصا بعد أن فرضت عليهم الميليشيا خيار الغذاء مقابل البطاقة السلعية كجزء من حقهم في الراتب، بينما تضع يدها على 20% من حقوقهم لأجل غير مسمى، مع أن ما ستصرفه لهم لا يتجاوز نصف راتب واحد فقط من إجمالي الشهور الثمانية السابقة. قبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بين قوسين. سيكون معنا من الرياض عبر السكايب المتخصص في الاقتصاد الأستاذ عمار الحمادي، ومن الحديدة هالة الشحاري مدير عام إدارة المرأة بمحافظة الحديدة، ومن صنعاء جميل الهمداني موظفة متضررة من انقطاع الراتب، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر السكايب من الرياض مع الخبير في الاقتصاد الأستاذ عمار الحمادي. مرحبا بك أستاذ عمار. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار. في البداية، كيف تتابع ما قامت به الميليشيا، بداية من عدم صرف رواتب الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتها وتحويلها إلى البطاقة التموينية السلعية التي يقول الكثير فيها أنها عبارة عن ضحك على الموظفين وتلاعب بمشاعرهم دون الاستفادة منها؟ بداية هي إشكالية عدم صرف الرواتب، الحوثيين لم يلتزموا بتوفير أو إيصال الإيرادات إلى الحكومة الشرعية، وبالتالي تتكفل الحكومة الشرعية بصرف الرواتب في كافة المناطق بحسب ما كان يعني يعتقد أو يتفق. قرار البطائق السلعية بحجة أنه لعدم توفر السيولة لديهم، وبالتالي هم سيتغلبون على مشكلة السيولة بإصدار هذه البطائق. الإشكالية في أنه فعلا هي كما قلت أنه عملية فقط تسكين أو للظهور بمظهر القادر على منح الحلول والقادر على التعاطي ووضع الحلول، بينما هي فعليا ومن ناحية عملية لا تجدي. نعم. بالنسبة أستاذ عمار، الآن هؤلاء التجار الذي يتعاقدون معهم من خلال هذه البطائق، إلى أي مدى يعني ممكن التجار يقبلون هذه العملية ويتعاطون مع المواطنين والموظفين الذين يتم استلام هذه البطائق من قبل الميليشيا وتصرف رواتبهم على شكل سلع غذائية؟ هذه كانت الإشكالية. طبعا بحسب تصريحات كان عبد الإله شيبان وكيل وزارة في حكومة صنعاء، كان صرح بأنه البطائق السلعية تكون بمثابة النظام بيع بالآجل بضمان الحكومة، بمعنى أنه بالنسبة للتجار هم سيقومون بتوفير هذه المواد السلعية وبضمان الحكومة. لكن النقطة الأساسية، هل يثق التجار بحكومة غير قادرة فعلا على منحهم استحقاقاتهم أو ما يترتب عليها من التزامات؟ نحن نتحدث عن حكومة ليس لديها بنك مركزي، فكيف ممكن أنه أنا كتاجر أثق بحكومة لن تستطيع أن تغطي لي فاتورتي من الالتزامات، فاتورة الاستيراد بالنسبة لي ستعجز عن توفير العملة الصعبة وبالتالي عملية الاستيراد. هي احتيالين، إما أنه عملية احتيال كبير تتم. أو نعم، أكمل نسمعك أستاذ عمار، أكمل. هي إحدى عمليتين، إما عملية احتيال كبير تتم، أو أنه هو التاجر أولاً وأخيراً
لن يقوم بمنح هذه البضائع يعني كجمعية خيرية. هو أولا وأخيرا يريد الربح. نعم. فالتجار الذين سيقومون بالقبول بهذه سنين على الأقل إنه ستصلهم. نعم. طيب. موارد. نعم. طيب أستاذ عمار، البعض نعم أستاذ عمار، البعض يعني يقول لماذا الميليشيا تعمد إلى الضحك على الناس بهذه البطائق التموينية رغم أنها تملك الأرصدة من يعني الدولارات، من العملة الصعبة، أيضا من العملة اليمنية، وهي ما يقارب يعني 4 مليار التي تم وقليل من 4 مليار تقريبا ونصف التي تم سحبها من البنك المركزي، أيضا الإيرادات التي تصل إلى خزينتها من كل الأشياء، من الضرائب، من الجمارك، من المنافذ، من ميناء الحديدة، من العديد من الإيرادات التابعة للدولة. أين تذهب هذه الأموال في الوقت الذي يعني تذهب إلى التجار من أجل الكذب وتحويل مرتبات الموظفين عن طريق هذه البطائق التي لا يقبل بها ربما معظم التجار ويتعاملون بها؟ هذه كانت الإشكالية عندما بدأوا بالترويج لموضوع البطائق السلعية. على أساس كانت الإشكالية أو الهدف البطائق السلعية هو التغلب على أزمة السيولة. كانوا يقولون أنه لا تتوفر لدينا السيولة لصرف الرواتب، فبالتالي الحل البديل هو إصدار بطائق سلعية تمكنهم من صرفها للموظفين، والذي سيقومون بموجبها بشراء المواد الغذائية، وسيتجاوزون بذلك نقطة السيولة وعدم توفرها. النقطة الأساسية في أنه إذا كنت أنت ستمنح هذه البطائق للموظفين ستجاوز نقطة السيولة، أنت ستعود إلى النقطة أو إلى المربع الأول، هل سيمنحك التجار بضائعهم بالمجان؟ بالتأكيد لن يمنحك بضائعهم بالمجان، أنت ستكون مضطر لسداد هذه الأموال المترتبة على عملية بيع هذه السلع للموظفين. هم بالنسبة لهم بالتأكيد سيكون هم لديهم الكثير من الموارد حاليا، كما أشرت لهم الضرائب، ميناء الحديدة، بالإضافة إلى النقاط الجمركية المستحدثة حاليا، وغيرها الكثير من مصادر الدخل التي تدر عليهم الكثير من السيولة والكاش. نعم. طيب النقطة الأساسية. نعم. وهنا قد يظهر الهدف من هذه البطائق، أنه يريد توجيه الاقتصاد وتوجيه التجارة بمنحى معين. كانوا هم بدأوا أو هم من ابتكروا موضوع السوق السوداء وبيع سواء المواد الغذائية أو أزمة المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء. لاحظوا أنه كثير من التجار دخلوا معهم، الآن هم يحبوا ينتقلوا من اقتصاد السوق السوداء إلى اقتصاد الاحتكار التام، بمعنى أنه فقط التجار الموالين لهم من سيقبلوا بضمان حكومة، هم يعرفوا أنه ليس لديها بنك مركزي، ليس لديها أرصدة في الخارج. ما المقابل؟ ما الضامن بالنسبة لهؤلاء التجار المنسوبين أو الموالين للحوثيين؟ الضامن بالنسبة لهم اتفاقات فيما بينهم بأنه لدينا الكثير من السيولة، سنستطيع تسديدكم، وبالتالي هم احتكروا النشاط التجاري. وهنا الإشكال، لأنه احتكروا النشاط التجاري في مجموعة بسيطة فقط من التجار. نعم، الموالين لهم. نعم. طيب أستاذ عمار، تكرم بالبقاء معي، نشارك معنا في الحديث من محافظة الحديدة مدير إدارة المرأة بالحديدة الأستاذة هالة الشحاري. مرحبا بك أستاذة هالة. اهلا وسهلا، مرحبا فيكم. اهلا وسهلا بك، دامتم بخير واخواتي مبارك ان شاء الله. علينا وعليكم ان شاء الله بالخير والصحه والعافيه. استاذه هاله، في البدايه ضعينا بصوره معاناتكم انتم كموظفين في محافظه الحديده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لتسليطكم الضوء على محافظه الحديده بالذات بهذه الفتره الحساسه والشهر الكريم المبارك، في المعاناه التي قد تكون مضاعفه عليها الى جانب المعاناه التي تعانيها من جراء انعدام وقلة وضعف الخدمات المقدمة لها، بما يخص البطاقة التموينية السلعية التي تم اكتشاف في الأخير في بدايتها أن هناك إشكاليات كثيرة. برأيي الشخصي كموظفة ومواطنة يمنية تهامية حديدية، أجد معاناة شديدة فيها في بداية الأمر،
أولا هي في حل إجرائي مؤقت للمعاناة والظروف التي نعيشها، فهي قد تكون تخفيف جزء بسيط منها استلاما الجزء من نصف الراتب، لكن نتمنى أن هذا يكون حل دائم، لأن لا يقع على عاتق المواطن أو الموظف أن لا أتكلم عن الناس الأغنياء أو الناس التجار، لأنهم لا يحسوا بالمعاناة التي يشعر بها نحن. فهناك إيجارات، فهناك أقساط مدارس، هناك أقساط متعددة يجب أن يتم الدفع فيها. لكن الإشكالية التي حصلت مؤخرا أنها يتم التركيز على بقالة واحدة في محافظة الحديدة، يأتي لها الموظفون من كل المديريات، 26 مديرية تتميز أو تتمتع فيها محافظة الحديدة، قطاع التعليم، هذه شريحة كبيرة جدا من الموظفين فيها، المعلمين والمعلمات، دكاترة الجامعة، في كل الموظفين. يعني أنت شفت كم الحديدة هي تعتبر أكثر نسبة سكان، عدد سكان في الجمهورية اليمنية بعد تعز. الإشكالية أن الاعتماد الكلي على بقالة واحدة تتيح فرصة للبقالة التحكم بالأسعار، بآلية الصرف التي تتم فيها، فيها إهانة كبيرة جدا للموظف. ما هي الإهانات التي تمارس عليكم كموظفين أستاذة هالة؟ ولمستي أنت ربما كتبتي أيضا أمس منشور في صفحتك على الفيسبوك بأن ذهبت إلى بقالة أفريقيا تقريبا في محافظة الحديدة، وهي الوحيدة التي من خلالها تتعامل الميليشيا لصرف بطائق سلعية للموظفين، وهناك من أتوا من خارج الحديدة ومرميين أمام البقالة، وهذه البقالة التي خصت لم تفتح أبوابها وظلت مغلقة في وجه هؤلاء. طبعا أمس كان دورنا، نحن رحنا على الأسف لسه بنصيبنا، لأنه تم صرف راتب نصفي، النصف الآخر نأخذ بها مواد غذائية وكسوة وملابس أخرى. فكان أول شيء لازم أن احنا نذهب للبقالة ونشوف كم نصيبنا وكم بيكون رصيدنا. نفاجأ أنه البقالة تغلق أو مغلقة لأسباب قد اكتشفنا فيها مؤخرا، أنا بسبب إشكاليات الصراع ما بين المواطنين المعلمين وبين أصحاب البقالة نفسهم في سوء تعاملهم وإهانة المقدمة للمعلمين، فاضطرت إلى إغلاقها أو نزول الشرطة من القسم للحد من هذه الإشكاليات. في الإنغلاق لاحظنا أن هناك عديد من المديريات، موظفين من المديريات متحملين معاناة السفر، وجودهم من المغرب إلى العاصب إلى 19 أو 11 يتم الصرف، مصاري تحمل المصاريف السفر، ومش معقول يروحوا ويرجعوا مره ثانيه اليوم الثاني، لان قيمه البطايق التمويليه بيخسروها بدل مواصلات ومصاريف السفر. نعم. الانتظار وبعدهم فهذه المعاناه كمان للاهانه، انه التشرد في الشوارع، شارع بقاله افريقيا في شارع، يعني كان المفروض في اليه للصرف ممكن في مكان كبير، في مكان يكون اكثر، تكون المؤسسه الاقتصاديه مثلا تفعل. نعم. في كل دائره حكوميه هي لما تقوم بصرف البطائق هذه. نعم. يعني طيب استاذه هاله، هل من المعقول يعني 26 مديريه بما فيهم ايضا مدينه الحديده بسكانها الكبير، بقاله واحده هي التي يعني يجتمع الموظفين من اجل ان يستلموا منها هذه البطائق السلعيه التي صرفتها الميليشيا؟ نعم، هذا اللي حاصل، يعني هذا اللي صاير، والكل يعني بيعاني فيه. يعني مش معقوله بقاله واحده في محافظه الحديده تتحمل كل المديريات، كم بتكون طاقتها الاستيعابيه، كم بيكون طاقتها مثلا، اكيد بتحصل مشاكل، بتحصل. نعم. اكيد ننتقل. نعم. ممكن العنف يوجه، احنا من قبل احنا كموظفين ممكن اصحاب البقاله يتعرضون للعنف من قبلنا، ليش؟ نعم. لان الجياع هي ثوره الجياع. طيب. تعتبر يعني الناس جياع واشتوب، يعني هذاك الوقت لازم المواد الغذائيه، لان رمضان قارب اشارف على الانتهاء، يعني متى بياخذ السلع الغذائيه؟ متى بياخذ احتياجاتهم؟ الاهم شيء الاحتياجات السلعيه الاساسيه اللي لاستمرار الحياه، رز، سكر، حاجات بسيطه. سبحان الله، بس احنا كيف وصلنا للمرحله دي؟ مرحله كان احنا متسولين، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. طيب استاذه هلا تكرمي بالبقاء معي، نعود الى الرياض عبر السكايب مع الخبير الاقتصادي الاستاذ عمار الحمادي. استاذ عمار، عدنا لك مجددا، كما سمعت من الاستاذه هلا ربما وضعتنا بصوره واضحه عما يدور في محافظه الحديده، احدى المحافظات التي تخضع لسيطره الميليشيا، 26 مديريه يعني تحول كل هؤلاء الموظفين الذين ربما الحاجه جعلتهم يقبلوا بهذه البطائق السلعيه التموينيه ويذهبوا يعني يتجهموا عن السفر من هذه المديريات ويذهبوا إلى محافظة الحديدة ويصلوا هذه البقالة مغلقة، وأيضا
ما هو يعني يعني من غير المعقول أن تكون بقالة تستوعب 26 مديرية بعدد سكان كبير جدا، كيف تفسر يعني هذا؟ الميليشيا لماذا أيضا لا تفتح من بعض التجار الذين يعني ينتمون لها وموالين لها، أقل شيء يوفر لهم بصورة يعني يعني سهلة، مش بهذا الامتهان وبهذه الإهانة التي يتعرض لها الناس في هذه الأماكن؟ للأسف هذا ما كنا نتحدث عنه، هذا ما يسمى الانتقال إلى سوق الاحتكار التام. عملية أن تقوم بقالة واحدة أو تاجر واحد باحتكار توريد المواد الغذائية لمحافظة كاملة ل 26 مديرية، تخيل أنت سوق بدون منافسة، ما الذي يعني هذا؟ من ناحية الأسعار هو سيكون المتحكم بالأسعار، توفر البدائل بالنسبة للبضائع، كذلك الطاقة الاستيعابية والمشاكل التي تحدثت عنها ضيفتكم في الحديدة والتي قد تتسبب. هذا يسلط الضوء على العقلية التي تدار بها الأمور. الإشكالية أنه البطائق السلعية لم تكن هي رغبة في الحل، كان أن تطبق ولكن ضمن ضوابط وطرق إذا كان هنالك نية، لكن يبدو جليا أنه لا تتوفر هذه النية. اعتماد بقالة واحدة أو تاجر واحد لمدينة أو لمحافظة بالكامل، ما الذي نستطيع أن نطلق عليه غير أنه احتكار تام من قبل هذا التاجر، وكأنه يعيدنا إلى أيام الجمعيات التي يصطف الناس طوابير أمامها لشراء احتياجاتهم. نعم. طيب أستاذ عمار تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذة هالة، سنذهب الآن لمتابعة استطلاع مصور عن موضوع الحلقة ومعاناة الناس، أو مادة معلوماتية أعدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه المادة المعلوماتية المفصلة عن الآلية التي تنتهجها الميليشيا في رواتب الموظفين والتلاعب بها من خلال هذه البطائق التي ربما لا يقبلها الكثير من التجار، ويعني هناك تضفي معاناة إلى معاناة الموظفين التابعين للدولة في هذه المحافظات. أعود إلى محافظة الحديدة مع مدير إدارة المرأة بالمحافظة الأستاذة هالة الشحاري. أستاذة هالة، الكثير يتساءل على وجه التحديد، مثلا محافظة الحديدة هي محافظة إرادية وفيها أكبر ميناء في اليمن، وهناك إيرادات بملايين الدولارات تدخل لخزينة الميليشيا، لماذا لا يتم يعني اقتطاع جزء من هذه المبالغ التي تورد للميليشيا وتستخدم ما يسمى المجهود الحربي وجيوب الإقطاعيين والتابعين للميليشيا، وتصرف منها رواتب للموظفين وهي نسبة بسيطة ربما لا تقارن بما يستلموه من مبالغ كبيرة من الميناء ومن إيرادات هذه المحافظة؟ طبعا احنا لو احنا تكلمنا على هذه الامور كامله احنا سندخل في مواضيع كثير سياسيه حساسه جدا وتمس بصله كبيره الى المعاناه الحقيقيه التي نعيشها نحن. نعم. المعاناه ليست فقط في جماعات معينه او كذا، لا، الان الموضوع موضوع حرب.
الانتصار وايضا مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه، هي مواضيع الحرب، هي اللي يسموها ضريبه الحرب، ان احنا لازم المواطن اليمني هو الوحيد الذي يدفع هذه الضريبه. في ظل هذه الحرب نجد اناس ارتفعوا وزادت ثروتهم، في ظل عدم وجود قوانين او عدم ضوابط، ضعف الرواتب وقلتها، ووجود بعض المؤسسات الحكوميه تستلم رواتب، يعني استوت الان الموضوع موضوع فقط انه الاضعف هو الذي يضيع او الذي يموت، في حين من يملك القوه هو الذي له الحق ان يعيش. الحديده بما انها منطقه اراديه لكن الوضع فيه سوء في التوزيع، فناس تكسب وناس ما تكسبش، ناس في ظل هذه الرواتب تموت. نعم. المعاناه الحقيقيه الان الناس تموت ببطء شديد جدا، تموت الناس. القائمين على هذه المحافظة أستاذة هالة، ألا توجد فيهم أي مشاعر أمام هؤلاء الذين يموتون كما تتحدثي، ولا يعني ما يقارب تقريبا 9 أشهر بلا رواتب، معاناتهم تتضاعف في ظل يعني محافظة إرادية، السلطة المحلية، أنتم أيضا في محافظة الحديدة، ألا يوجد أي يعني تواصل مع السلطات في التابعة للميليشيا من أجل توفير ولو الحد الأدنى لهؤلاء الموظفين التابعين للمحافظة؟ طبعا هنا لا نحمل المسؤوليه فقط على هذه الجهات، هناك جهات اخرى كبيره وعظيمه، هم المسؤولين ايضا عن ما يحدث في داخل بلادنا. نعم المسؤوليه مشتركه بالتاكيد استاذه هالة، المسؤوليه مشتركه بالتاكيد، ايضا الحكومه الشرعيه، هناك ايضا فعلا اهمال كبير من عدم صرف الرواتب، لكن الكثير يتساءل يعني على الاقل هؤلاء هم بيدهم ايرادات هذه المحافظه، لماذا لا تسلم على الاقل رواتب الموظفين المنتسبين لهذه المحافظه؟ لانها سياسه، لأن السياسة هي اللي ضيعت اليمن بشكل عام، فنحن لو دخلنا في السياسة، السياسة حبالها طويلة. نعم. ففي الأول والأخير لو ما يرحموش المواطن اليمني والشعب اليمني، خلاص يعني الموضوع بالنسبة للشعب اليمني انتهى. انتهى، وهذا ما لنا نتمناه، والكل ينظر لنا بعين الرحمة، نحن شعب مسلم أيضا. الناس اليمنيين هنا ناس تعافى، ناس مساكين. يعني احنا لو الوجع، لو أنت تمسك على الوجع، الكل بيصرخ. الكل بيصرخ، الكل يعاني، الكل بينتهي. ليش؟ ليش ما في أي حد له في قلبه رحمة؟ إحنا الآن في خلال العشر الأشهر نزل مديرية حكم إن المدير عام تنمية المرأة في محافظة الحديدة استغرقت عملية الإغاثة. تنزل للناس وتشوف حالتهم، يعني ما أدري إيش أقول لك، في أمور كثير لا أستطيع الحديث عنها. المعاناة عندما تنزل في الميدان تجد فعلا إن الناس تموت ببطء. إذا ما في أحد بيرحم اليمن، اليمن انتهى. إحنا لا نلقي اللوم على فلان وعلى علان، كلهم شراكة، كلهم شراكة، والشعب اليمني هو اللي بيضيع. فليرحموا، فليرحموا الشعب اليمني، شعب حر، شعب حر. نعم. يعني مهما كان، من يتحمل، من يتحمل المسؤولية؟ فالله هو وحده المطلع. سنكون دائما نحن نسأل الله إنه يرفع عننا البلاء ويرفع عننا الغلاء. ربنا هو ما خلق السماوات والأرض، وما خلق الأرض إلا ليعمرها. الحروب تنهي أول شيء، تنهي البشر ثم تنهي بعدنا الأرض. شكرا جزيلا لك الأستاذة هالة الشحاري، مدير إدارة المرأة بمحافظة الحديدة، على مشاركتك معنا، وأيضا نقلت لنا الصورة الحقيقية التي تعاني منها محافظة الحديدة. شكرا جزيلا لك، وأعود إلى الرياض عبر السكايب مع الخبير الاقتصادي الأستاذ عمار الحمادي. أستاذ عمار، إذا تابعنا وسمعنا ما تحدثت عليه إذن الأستاذة هالة، وهناك أيضا نقطة مهمة سألتها في ربما لديها بعض التحفظات حول هذه الجزئية، وأن محافظة الحديدة هي محافظة إرادية، يعني ربما ملايين الدولارات تدخل من ميناء الحديدة ومن إيرادات هذه المحافظة، ولا تخصص الميليشيا على الأقل جزء بسيط لهؤلاء الموظفين المنتمين لهذه المحافظة. لا نقول الآن المحافظات بشكل عام، ولكن على الأقل محافظة الحديدة. نعم، إذن ربما هناك مشكلة في الصوت، فقدنا الصوت منك عمار، ربما هناك إشكالية في صوت عمار، لا نسمعك. تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم تفضل. أوكي. الإشكالية الحديدة هي نموذج يخبرنا عن باقي المحافظات، والتي من الممكن أن نقول هي عبارة عن نموذج يصدر من خلاله الحوثيين طريقتهم في الحكم أو في التعامل مع هذا الملف. لديهم في الحديدة لديهم
إرادة ميناء الحديدة، ونحن نعلم أنهم يقاتلون باستماتة من أجل المحافظة على هذا الميناء لتظل الإيرادات بيدهم. فقط الهدف من هذه الإيرادات هو تمويل حربهم على المدى الطويل. إذا كان همهم في يعني كان همهم إدارة الناس أو إدارة البلد، فكان الأولى أن يصرفوا جزء من هذه الإيرادات كرواتب. حقيقة إذا كانوا فكروا بهذا الشكل، صرف رواتب الموظفين ولو بشكل جزئي من خلال هذه الإيرادات، هو يحسن الأوضاع في المناطق التي يحكمونها، كان يعني في صالحهم صرف الرواتب. معنى صرف الرواتب استمرار العجلة الاقتصادية بشكل جيد، وبالتالي تستتب لهم الأمور. لكن هدفهم هم في الأساس الإثراء السريع، بالإضافة إلى هدفهم توفير مخزون جيد من الموارد لتمويل حربهم على الأمد الطويل. هناك إشكالية في استخدامهم لموضوع البطائق التموينية. هم فعليا يحصرون العملية على كبار التجار والمنتمين لهم، وبذلك هم يحاربون فعليا، بالإضافة إلى الموظفين والمواطنين، هم يحاربون أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، التجار المتوسطين. بهذه الطريقة هم يعيثون في الأرض فسادا. نعم أستاذ عمار، يعني سينعكس بالتأكيد سلبا على أصحاب المشاريع الصغيرة والتجار الصغار، وربما حظ أيضا التجار الكبار إذا ما احتكرت التجارة وبيعها وإيصالها إلى المواطنين أو استغلالها بطريقة معينة، تنعكس بشكل سلبي على التجار الآخرين وأصحاب المشاريع الصغيرة. إذا ما استمر هذا الموضوع لفترة طويلة، الكارثة الاقتصادية التي ستحل على أيضا التجار هؤلاء من كانوا يعني ربما يساهمون بصورة أو بأخرى من استقرار البلد. هذه هي الإشكالية على المدى الطويل، أنه كثير من التجار والمشاريع المتوسطة والصغيرة سيخرجون من السوق، ولن يتبقى حتى على مستوى التجار الكبار، لكن الذين لا ينتمون إلى الحوثيين سيعانون كثيرا، وستلحقهم الكثير من الخسائر في حال لم يكن لديهم مراكز مالية قوية، لأن هذه الخسائر ستهز قدرتهم على البقاء وعلى الاستمرارية. نحن نتحدث عن أنه أغلب الناس كانوا موظفين، وبيعتمدوا التجار هذم على الموظفين في تجارتهم. فعندما نحصر النشاط التجاري في مجموعة محصورة فقط من التجار المنتمين لجهة معينة، ونقصي باقي التجار الآخرين عن النشاط الاقتصادي، فنحن نكرس لإثراء سريع لهؤلاء التجار، بينما نخرج باقي التجار من السوق، وهو ما سيضر بالاقتصاد على المدى الطويل. حتى فيما بعد الحرب، من يعيد للتاجر خسائره؟ أكيد لن تعوضه الحكومة، لن يعوضه المجتمع الدولي، من الذي سيعوض هؤلاء التجار الذين أفلسوا؟ نعم. طيب أستاذ عمار، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث أيضا من الرياض الناشط في القضايا المجتمعية الأستاذ همدان العلي من الرياض. مرحبا بك أستاذ همدان. أهلا وسهلا، حياكم. مرحبا بك أستاذ همدان. كيف تتابع أنت ما يدور في الداخل وفي المناطق التي تخضع على سيطرة الميليشيا من عدم صرف الرواتب وأيضا صرف بطائق السلعية أو التموينية التي ربما نصف راتب لهؤلاء الموظفين، واحتكارها على تجار بعينهم، والكثير من هؤلاء التجار ربما يتلاعبون بأسعار هذه السلع، يرفعون ويضاعفون من أسعارها، بالإضافة إلى معاناة أخرى، وهي يعني أن يخصص بعض التجار المحدودين أمام كم هائل من الموظفين الذين يتجهون إلى هذه المراكز لاستلام هذه المعونات الغذائية والبطائق السلعية لشراء مواد غذائية. نعم، من المعروف أن ما يسمى بالبطاقة السلعية هي خدعة يمارسها الحوثي للخروج من مأزق الرواتب التي نهبوها يعني خلال الفترة الماضية. هذه أو ما يسمى بالبطاقة السلعية
يعني للأسف لم تلبي احتياجات المجتمع أو السكان القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لأنها حلول ترقيعية وتحمل كم هائل من يعني التجاوزات وعمليات الإفساد وعمليات افتراء يعني مجموعة من التجار بالتنسيق مع قيادات حوثية. البطاقة يعني في الظروف العادية يعني وفي إذا كانت حلا فهي تتطلب وجود عدد من المزودين، هذا كشرط وجود عدد من المزودين والتجار في كل مديرية يعني ومنطقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حتى يستطيع المستهلك المقارنة والمفاضلة بين السلع، لكن حصر المزودين بعدد أقل يعني عملية احتكار كاملة يخضع لها الناس وبالتالي عملية إثراء لتجار معينين وبالتأكيد هذه عملية الإثراء تكون يعني بالتنسيق مع قيادة الحوثي أو يعني بين التجار وبين جماعة الحوثي والاستفادة وفي النهاية المواطن هو الضحية. أيضا هناك إشكالية حقيقية أن لا يوجد رقابة على هذه السلع، بالتالي يفرض على المواطن شراء سلع يعني لا يستطيع يعني أن يعرف ما مدى جودتها أو ربما قد يعرف أنها من الجودة الرديئة أو ربما منتهية الصلاحية، لكنه يعني يفرض عليه أن يأخذها وإلا يعني سيخسر ما يعطى له، يخسر راتبه ويخسر ما يمكن أخذه. أيضا هذه البطاقة يعني أعتقد هي نصف راتب، لا تسا لا تسا لا تس يعني لا لا تمكن او لا يمكن من خلالها الاستفاده اذا ما حصل للمواطن مشكله صحيه او حاول ان يسافر من منطقه لاخرى، يعني هي لا توفر له السيوله التي يستطيع من خلالها توفير او يعني الحصول على بعض الخدمات الغير الملموسه. نعم. طيب استاذ همدان، كيف تفسر تحفظ الميليشيا على عدم صرف مبالغ مالية رغم الإيرادات الكبيرة التي تحصل عليها وأيضا المخزون المالي الكبير الذي نهبوه من إيرادات البنك المركزي؟ هناك إيرادات يحصلون عليها من الضرائب ومن المنافذ التي لا زالوا يسيطرون عليها ومن المنافذ المستحدثة مثل على مداخل المدن. نعم، على مدى مدود الجمارك التي فرضوها على التجار وقد تابع الجميع مثل هذه الفضيحة، لكن أيضا هناك جزئية هامة في هذا الإطار أن جماعة الحوثي اشترت المنتجات هذه أو دفعت التجار قيمة هذه البطاقة السلعية وقيمة البضاعة مقدما، وكان بإمكانها بإمكان جماعة الحوثي أن تسلم هذه المبالغ إلى المواطنين مباشرة، ولهم الخيار في شراء ما يريدونه في استخدامها لتوفير بعض الخدمات وليس السلع. وبالتالي جماعة الحوثي حرصت على استخدام هذه الطريقة لنهب الأموال وإيجاد وسيلة أخرى بإمكانها الحصول على أموال أكثر ويعني لاستخدامها إما لحروبها أو للأمور للعمليات الإفساد أو الإسراع الشخصية. لدي معلومات تتحدث يعني لا ندري ما مدى صحتها ونبحث عنها حاليا، تتحدث عن رؤوس أموال حوثية يعني تم يعني تهريبها إلى بعض الدول الإفريقية يعني استثمارها، وهذه هي الأموال التي يتم نهبها الآن وتم نهبها خلال السنوات يعني الماضية. هناك عملية نهب أموال واسعة وما البطاقة السلعية إلا واحدة من هذه العمليات والأساليب القذرة. نعم. طيب أستاذ همدان، أيضا أنت لك اطلاع ربما بصورة مباشرة عن تلاعب الميليشيا بالمعونات الإغاثية التي تصل من المنظمات الإغاثية الدولية إلى هذه المحافظات. الكثير يقول بأن الميليشيا لا تصلها للمحتاجين بل تبيعها بيع للمواطنين الذين خصصت لأجلهم. نعم، يعني تم الحديث أكثر من مرة أنه تم يعني رؤية أو متابعة بعض المساعدات معروضة في بعض الأسواق، أيضا جزء كبير من هذه المساعدات تذهب لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، يتم توزيعها في الجبهات، يتم حرمان المواطنين الفقراء في بعض المناطق مثل تعز والحديدة وحجة المناطق الساحلية تحديدا
يتم توزيعها في المناطق في الجبهات وللمشايخ الموالين لجماعة الحوثي، لا شراء ولائهم وضمانه وضمان تأييدهم للجماعة في مواقفهم السياسية، وهذا معروف. هناك إحصائيات يعني تحدثت عنها مركز أو تحدث عنها مركز أو أعلنها مركز الملك سلمان، حوالي 500 ناقلة تم نهبها خلال الفترة الماضية. يعني هذه نعم. العملية مستمرة للأسف دون ما يعني دون أن نسمع نعم. للمنظمات ما يدين هذه العملية. نعم جهود هي تسبب. نعم أستاذ همدان معذرة على المقاطعة، جهود الأمم المتحدة متمثلة بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي جاء بمبادرة بأن يكون هناك صندوق عام تورد كل إيرادات هذه المحافظات إلى صندوق عام من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الميليشيا، وعلى ضوءها تصرف رواتب الموظفين. الحكومة الشرعية وافقت على هذا المبدأ، الميليشيا تحفظت ولم توافق. لماذا تصر الميليشيا على عدم وجود أي حلول لصرف رواتب الموظفين؟ جماعة الحوثي تعرف تماما أنها ستخسر يعني فرصة كبيرة، هي الآن يعني أو فرصة ستخسر أموال كبيرة جدا في حال تم يعني إنشاء لجنة مستقلة تعمل على توزيع على جمع الإيرادات الخاصة بالجمهورة اليمنية في الشمال والجنوب والشرق والغرب، ومن ثم توزيعها مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية. هذا معناه أن جماعة الحوثي ستحرم من الإيرادات التي تنهبها بشكل مستمر. هناك ملايين يعني الدولارات يتم نهبها بشكل مستمر، وهي عبارة عن ضرائب من كتلة بشرية ضخمة في الشمال، أيضا من المنافذ كما تحدثنا قبل قليل. جماعة الحوثي تحرص على بقاء هذا الوضع كما هو، رغم يعني معاناة المواطنين لعدم تحصلهم على الرواتب، لكي تحافظ على مصادر الدخل التي تحصل عليها. يعني هناك تفاصيل لو تأمل الناس فيها بشكل عميق سيفهم أن جماعة الحوثي هذا عبارة عن عصابة. نعم. أنشأت بعض الجمارك أو نقاط الجمارك في مداخل المدن كذمار وغيرها، كان الناس يعتقدون أن هذه النقاط الهدف منها جمع ضرائب لمعالجة أوضاع الناس ومن ثم دفع رواتبهم ولو بالشكل اليسير ولو جزء من الراتب، لكن هذا لم يحدث. نعم. يتم جمع أموال من التجار ومن المواطنين كضرائب ويتم نهبهم باسم المجهود الحربي، ويتم يعني بأشكال مختلفة يتم نهب المواطنين، لكن في النهاية لم يدفع للمواطن راتبه، وهذا دليل قاطع ولا يحتاج إلى إثبات يعني ولا يحتاج إلى يعني تفسير. هذا دليل أن جماعة الحوثي تحرص على نهب المواطن وليس يعني ولا طيب أستاذ همدان يعني المواطن. نعم لماذا تصر الميليشيا على إهانة المواطن ومعاناته بهذه الصورة، رغم أنه لو تم صرف الرواتب ربما لكان لصالحها وعدم وجود أي مشاكل في هذه المحافظات أو ربما تقف في صفها؟ لماذا تصر على إهانة اليمنيين وعلى تجويعهم وعلى تجريعهم بهذه الصورة؟ جماعة الحوثي هي تفكر دائما بمنطقة العصابة وليس الدولة. نعم. دائما إذا يختلف السياسيين وتختلف الأحزاب وتختلف الأنظمة، لكنها في كل الحالات تحرص على مصلحة المواطن وتحاول بقدر الاستطاعة أن تلبي احتياجاته ولو بالحدود الدنيا يعني. نعم. لكن جماعة الحوثي هي في الأصل عصابة، والعصابة لا تأبه لحياة الناس ولا تأبه لمصالحهم. لو كانت تأبه لما أعلنت ما سمي بالتعبية العامة وصادرت ونهبت يعني موازنات وزارتي الصحة والتعليم لصالح ما يسمى المجهود الحربي. الآن الناس يموتون بسبب وباء الكوليرا لأن جماعة الحوثي صادرت يعني موازنة وزارة الصحة، صادرت مخصصات أمانة العاصمة الخاصة بالنظافة صندوق النظافة، صادرت مخصصات وزارة المياه والصرف الصحي ولصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وانتظرت ما يقدم من قبل المنظمات الدولية كمساعدات. وهذا نعم. ما تسبب بانتشار الأوبئة والأمراض. نعم. لو كانت تأبه لحياة المواطنين لما أقدمت على هذه الخطوات الكارثية التي نجني نتائجها. نعم. يعني حتى اللحظة. نعم. الناس اليمنيين. نعم. نعم. طيب. هي عصابة
نعم. هي عصابة ولا تفكر بمنطقة الدولة على الإطلاق. طيب أيضا على الجانب الآخر أستاذ همدان، نختم بسؤال أخير منك حول الحكومة الشرعية ودورها، وصرحت الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء أحمد عبيد بن دغر أكثر من مرة أنه سيتم صرف الرواتب، آخر تصريح كان عن رمضان بأنه سيتم صرف رواتب جميع موظفي الدولة في كل المحافظات حتى التي تخضع لسيطرة الميليشيا، والآن ربما اليوم 18 رمضان لم يصرف أي ريال لهؤلاء الموظفين. نعم أخي العزيز، هي الحكومة الشرعية مطالبة فعلا بأن تقوم بواجبها بكونها حكومة يعني ملزمة، وإن كانت جماعات الحوثي تسيطر على جزء من البلد لكنها في النهاية مطالبة بتلبية أو بتقديم خدمات للمواطنين بما يحفظ أمنهم واستقرارهم ويعني وعيشهم يعني بما يحفظ كرامتهم. لكن للأسف أنا أعتقد ولا أدري ما هي الأسباب بشكل عام، لكني أعتقد شخصيا أنه الحكومة الشرعية كانت تراهن على أن تقوم الأمم المتحدة ويعني بالتدخل لإجبار جماعة الحوثي على يعني على أن تخرج عن تلك الأموال التي يقومون بتحصيلها من خلال الضرائب والجمارك والمنازل التي لا زالت تحت سيطرتهم وتقديمها للحكومة الشرعية ومن ثم تسليمها للمواطنين، لكن هذا الأمر لم يحدث. يعني كانوا يعولون على جماعة الحوثي ألا ربما يعني، وهذا هو تقدير خاطئ، لكن كان الناس يعتقدون أن جماعة الحوثي لن تخاطر بحياة الناس ولن تخاطر بمستقبلهم، وبالتالي يعني ما فرض موضوع نقل البنك المركزي ما كان على جماعة الحوثي إذا كانت تحرص على الناس إلا أن تقبل بتسليم الإيرادات للبنك المركزي في عدن، ومن ثم تجنيب المواطنين ويلات العوز والفقر، لكن هذا لم يحدث أشكرك. فشلت الحكومة. أشكرك جزيل يعني الشكر الأستاذ همدان العلي على مشاركتك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وعودة أخيرة إلى الأستاذ المختص في الاقتصاد عمار الحمادي. أستاذ عمار، عدنا لك بعودة أخيرة في ختام هذه الحلقة. الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة وطالبت بهذا الصندوق لتوريد جميع الإيرادات من جميع المحافظات وعلى ضوء يتم صرف رواتب الموظفين، هل هي يعني إن تمت منطقية وستقوم فعلا بسد الثغرة التي تعاني منها هذه المحافظات والموظفين في جميع اليمن؟ الصوت عمار، الصوت مرة أخرى، لم نسمع الصوت، ربما إشكالي في السماعة. نعم مرحبا. أيوة نعم. تسمعني الآن؟ نعم. أوكي. مبادرة الأمم المتحدة بإيجاد صندوق عام تورد له إيرادات الدولة سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وبالتالي تصرف منها الرواتب. أعتقد هي كانت مبادرة موازية لمبادرة سابقة تبنتها الأمم المتحدة وتبنتها المؤسسات الدولية والتي ضغطت في وقت سابق في بداية الحرب بتقييد المؤسسات المالية وأثناء ما أطلق عليه الهدنة الاقتصادية، والتي خلال تلك الفترة ظل البنك المركزي في صنعاء تحت سلطة الحوثيين يعمل باستقلالية وحيادية بحسب ما تم الاتفاق عليه، وتورد له جميع إيرادات المناطق التي كانت في تلك الفترة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. بعد عدم التزام الحوثيين بهذه الهدنة وابتداءهم بعمليات النهب الممنهج سواء للاحتياطيات، نعم، احتياطيات البنك المركزي وكذلك الأرصدة الخاصة بالمؤسسات لدى البنك المركزي مثل التأمينات وغيرها، نعم، وإلى أن وصل إلى مرحلة الإفلاس قاد ذلك إلى نقل البنك المركزي. الآن مبادرة الأمم المتحدة جاءت. هل هي ممكنة عمار لضيق الوقت فقط، معذرة على المقاطعة، هل هي إن تمت كانت ممكنة ويعني ستسد هذه الثغرة؟ هي من ناحية عملية كانت ممكنة لكن لن يقبلها الحوثيون. أشكرك جزيل الشكر المختص في شؤون الاقتصاد الأستاذ عمار الحمادي، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة لم يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة والبطائق السلعية التي تصرفها الميليشيا بدلا عن الرواتب، ونستعرض بعضا من هذه الآراء من أصدقاء البرنامج. معنا الأخ بسام عمر.
عملت على رفع الأسعار وابتزاز الموظف من قبل التجار، أهدرت جزء من أموال الموظف نتيجة التلاعب بين الجهات المعنية بهذه البطاقة وجهات العمل والمؤسسات المالية المعنية بالمعاملات الخاصة بهذه البطائق من عمولات ونسب وغيرها. بسام عمر، تعليق أخير من صديق البرنامج الأخ أبو أشرف يعلق بالقول: البطائق التموينية تحل جزء من المشكلة، لكنهم أفضل بكثير من الشرعية المزعومة التي ترى شعبها يموت جوعاً وتستمر في كنز الأموال دون حياء، والغريب أنها تنتظر من الحوثي أن يصرف مرتبات لموظفيها وكأنها تعيش في كوكب آخر لا شرعية لمن لم يصرف رواتبنا. أبو أشرف، وبهذا الرأي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا للخبير الاقتصادي الأستاذ عمار الحمادي، كان معنا عبر السكايب من الرياض. الشكر لمدير إدارة المرأة من محافظة الحديدة هالة الشحاري، وكذلك الشكر للأستاذ همدان العلي الصحفي والمهتم بالشؤون المجتمعية. ونعتذر لبقية الضيوف الذين كنا قد نسقنا معهم لكن لم نستطيع التواصل معهم بسبب رداءة الاتصال. في ختام هذه الحلقة، تقبلوا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتج البرنامج الزميل أسامة القطيبي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.